استاذن حضرتك فندم في ان احنا يعني بنكمل المشوار فعلا، لان هو مشوار ومشوار طويل. احنا بدأناه مع حضرتك وبدأناه، خدنا الطريق ومسكنا الاسلوب اللي احنا نقدر نوصل به الى منتهى جيد. منتهى جيد تم وضعه ورسمه بشكل واضح في رؤية استراتيجية لمصر، من ضمن مكوناتها الواضحة والمحددة هي جودة الحياة للمواطن المصري. جودة الحياة للمواطن المصري وهي منتهى في فترة زمنية، واحنا ما زلنا في المشوار وفي بداياته وبننطلق فيه بقوة بإذن الله. جودة حياة المواطن المصري بتؤسس على استراتيجية للتنمية وضعت بشكل واضح لمصر، وهي تلبية الحاجات الأساسية للمواطن كمنطلق أساسي لتحقيق الهدف في نهاية المشوار. وبالتالي وإحنا بنستعرض هنستعرض بعض الأمور اللي فعلا تحققت في فترة قصيرة جدا وفي وقت يعتبر وقت قياسي، لمس وحس به المواطن البسيط في الشارع المصري، وأمور أخرى إحنا ما زلنا في سبيلنا لتحقيقها، وأمور يعني ما زالت موضوع الدراسة. بداية إحنا ما اشتغلناش لوحدنا في وزارة التموين والتجارة الداخلية، ما كانش ينفع أبدا إن إحنا نشتغل بشكل منفصل، وطول الوقت العمل في شكل فرق مكونة من زملاء وجهات ذات صلة. تقريبا معظم الوزارات ومعظم الهيئات ذات الصلة، وده نموذج منهم، وكل مشروع أو كل قصة نجاح اتحققت بمعاونة ومشاركة مجموعة كبيرة من الوزارات الأخرى والزملاء اللي موجودين، وينسب للجميع هذا النجاح. وضعت للوزارة مهمة واضحة، المهمة يعني احنا موجودين ليه، عشان نحقق ايه، وحضرتك وجهت ان احنا نتحرك في هذه المحاور الأساسية اللي بتبدأ بإدارة مخزون السلع الاستراتيجية، إدارة جيدة ويبقى فيه تنبؤ وتلافي الاختناقات، حققنا منها قدر كبير وفي طريقنا لتحقيق الباقي. أيضا وجود أرصدة آمنة من السلع الاستراتيجية، إدارة منظومة توزيع الدعم بآليات تقنية حديثة، وأيضا هنشوف الأمور اتجهت إزاي في هذا السبيل، تطوير وتحديث قطاعات إنتاج السلع الغذائية وشبكات التوزيع اللوجستيات المرتبطة بها، تحديث وتطوير وتنمية التجارة الداخلية بما يضمن ضبط الأسواق، ضبط أسعار السلع الأساسية وفقا لآليات السوق، إدارة وإنشاء مشروعات لوجستية تضمن صلاحية المخزون وحفظه وتيسر وتنظم عمليات الإمداد في كافة المراحل للوصول بنسبة الفاقد لأقل مما يمكن، وحماية المستهلك وفعالية الرقابة. أنا عايز أقول إن إحنا في هذا الإطار في حاجات حققناها بالفعل، يعني بنحاول ان احنا نفتكرها لانها تحققت في وقت قليل جدا وتحققت بشكل مباشر وصريح، يمكن على القمة، وهي على القمة لان هي يمكن كانت اكتر حاجة بتمس المواطن وبتمس الشارع المصري، ان كانت مصر في لغاية 2014 كان يمكن من همها الاساسي ان المواطن يلاقي رغيف عيش، وده امر حضرتك رفضته من البداية، ورفضت ان يكون المواطن بتهدر كرامته عشان يحصل على أبسط حقوقه وهو رغيف العيش، ولا يستطيع أن يحصل عليه لا بكرامة ولا بالكمية المتاحة له. وكان التحرك بسرعة شديدة جدا في موضوع كان هم المصريين يمكن أكتر من 40 سنة تداولته كل أنواع الإعلام والدراما حتى المصرية، وكان موصوم به المصريين للحد اللي تصوروا إن إحنا هنعيش بهذا المرض المزمن إلى الأبد، وإنه أمر مش هنقدر نخلص منه. تم يا فندم، وأصبح طابور العيش تاريخ إن شاء الله ما يعودش تاني وما يكونش في ذاكرة المصريين، وأصبح من حق المصري، وده اللي إحنا اتفقنا عليه، إن ما
يحصل عليه المصري هو حق لا يمكن أن يسلب منه بصرف النظر عن من هو قائم على التنفيذ، لأن ما يتحقق هو بيبقى الحد الأدنى اللي يبنى عليه بعد كده. انتهت مشكلة العيش تماما، وكل أسرة مصرية تعلم ذلك، وانتهى هذا الأمر. في نفس الوقت كانت منظومة توزيع السلع المدعومة اللي هي اسمها التموين كانت منظومة محدودة جدا، بيقدم فيها ثلاث سلع فقط، سلع ما كانتش على الجودة أو مناسبة للمواطن ولا تليق بالمواطن ولا تليق بما ينفق عليها من الموازنة العامة للدولة، وتحولت على عبر سنوات طويلة إلى نظام لا يؤدي هدفه على الإطلاق، ويحرم المواطن من الحصول على اللي هو عايزه بالطريقة اللائقة. الناس حتى وصلت لمرحلة ان هي ما بقتش تهتم حتى انها يكون معاها بطاقة التموين، لانها امر ما بيجيب لهاش عائد جيد او مهم، وتأسست عليها سلسلة من المنافع استفاد منها ناس كثيرين. تم حل هذا الامر، وانا اتذكر حضرتك في اول يوم حضرتك يمكن كان مكالمة 7 صباحا، وحضرتك يعني تناولت هذه القضية في اول يوم ووجهت بان احنا ننهيها، وتناولنا المنظومة اللي كان بيطلق عليها منظومة التموين الجديدة، وكانت تبدو للكثيرين انها منظومة معقدة وان الناس مش هتقدر تستوعبها، وان فيها يعني سلع وهوامش ربح وتعداد للسلع واستطاعة ان المواطن يتحرر من انه مجرد بياخد سلعته مربوطة على بقال تمويني واحد، الى ان هو متحرر باختيار المكان اللي بياخد منه، باختيار السلع، باختيار الميزانية اللي هيدفعها، بالجودة اللي هو عايزها، واصبح هو الحكم على الجودة. وقد تحقق ده بالفعل الحمد لله في زمن قصير، وانا يعني كان حضرتك في هذه المراحل بتتابعنا متابعة دقيقة جدا بتفاصيل دقيقة، لان حضرتك كان دايما الكلام على الاهتمام بالأسرة المصرية البسيطة، وده تحقق بالفعل وأصبح واقع. تزامن مع ده منظومة ثالثة، وهي منظومة يعني تعتبر قدمت لأول مرة في مصر، اللي هي دلوقتي كل أسرة مصرية بتتكلم عليها في بدايات كل شهر، وهي منظومة نقط العيش. نقط العيش أصبح حق للمواطن اكتسبه. الحق ده وصل النهاردة لحوالي 6 مليار جنيه حق المواطن، وانا بكرر انه حقه لانه بدأ يحصل عليه، واذا حصل اي انتقاص او خدش فيه المواطن يمكن بيغضب او بيزعل، لانه اصبح حقه ما اصبحتش هبة بتديها له الدولة. الحق ده وصل ل500 مليون في الشهر، حوالي 6 مليار في السنة، سلع مجانية من الوفر اللي كان بيتاخد من جيب المواطن لحلقات كثيرة من التداول دون ذكرها، لكن كانت بتضيع على المواطن وبتضيع على الدولة. فجهز المبلغ ووزع للمواطن وتنوعت السلع فيه وتحقق بالفعل. أيضا فهمنا ان الدولة لازم تكون قوية، واستوعبنا يعني ايه اقتصاد سوق، اقروا دستور مصر وذكر في استراتيجية الدولة وفي خطتها، وكان مفهوم ان دور الدولة في ظل اقتصاد السوق بيختلف عن دورها في ظل الاقتصاد المخطط والموجه. يبقى الدولة لازم تدخل السوق كلاعب بآليات السوق بالعرض والطلب، فكان تطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وعلى رأسها المجمعات الاستهلاكية عشان تعود مرة أخرى صمام أمان للمواطن، وتدخل الدولة وقت ما تحب بالإتاحة وبالعرض بكميات كبيرة وبأسعار كبيرة عشان تقود السوق. وقد تم بالفعل تطوير 471 مجمع استهلاكي ومستمرين، وإحنا زي ما بنقول إحنا بنكمل المشوار لأننا ماشيين فيه ومستمرين فيه على طريق محدد طور فيه. أيضا تم إنشاء صوامع جديدة يعني في سبيلها للافتتاح هذه الأيام، وطبعا الهيئة الهندسية في القوات المسلحة كان لها الدور
الأساس في هذا الأمر، وأنشئت بالفعل 25 صومعة بيتم الانتهاء منهم تماما وتسليمهم خلال هذه الفترة. 25 صومعة بطاقة 1.5 مليون طن، بيضاف إليهم منظومة لتداول وتخزين الحبوب في شون محدثة 105، يعني بتضاف طاقة تخزينية حوالي 2.5 مليون طن بتضيفها الدولة، ما أضافتهاش الدولة لمنشآتها خلال 50 سنة قبل كده.